مساء الخير عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع في لايف جديد، معاكم محمد فتحي. كل سنة وحضراتكم طيبين. سوق الجمعة، نقول لكم جمعة مباركة عليكم. حكايتنا النهاردة حكاية يا جماعة جميلة جدا، حكاية هتذهلكم فعلا. الست اللي قاعدة قدامكم دي اسمها أم شيماء. أم شيماء ماتت مرة وكانوا فتحوا لها المقابر بتاعتها عشان يدفنوها، لكن ربنا عز وجل قال لهم لا، دي لسه فيها الروح. ام شيماء قصتها مع اخواتها اللي هم من الاب او من زوجة تانية غير امها، قصة ليها العجب انها رفضت انها تسيب اخواتها البنات الاربعة اللي هم من ام تانية بعد وفاة امها وبعد وفاة ابوها، ما سابتهمش، وقفت هنا من 15 سنة تشقى عليهم وتأكلهم بالحلال. ام شيماء الجميلة الست المتعففة، ازيك ام شيماء؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. قلنا الاول انت بتبيعي ايه هنا؟ الحمد لله ببيع اكل يعني وشاي زي ما انت شايف كده حضرتك. ببيع طعمية، بطاطس، بيض، شوية محشي. سلام عندك اكل؟ عايز مشي في بطاطس عندك حاجة؟ لا ربنا يخليك يا رب. عامل لك ايه؟ ماشي. ممكن واحد طعمية و في محشي عندك؟ انا بسمع ان انت عندك محشي حلو. في محشي اهو، المحشي بتاعها جميل. انا والله انا جيت على الوصفة، ناس كتير يقول لي فين ام شيماء. ناس كتيره ايه؟ ربنا يخليكي. ام شيماء اللي في السوق وحضرتك بتصور؟ انا لايف. ماشي بقى، واحد طعميه ماشي، واحد ماشي، واحد محشي. بس يا جماعه يعني جمال الاكل وحلاوته من ايد ام شيماء الجميله. ده المحشي بتاعك بقى. ايوه فكره، ست طيبه قوي وست جميله قوي والله. يعني ايه ست طيبة أو ست جميلة والله. عايز طبق ولا ماشي؟ خليه شندوتش. ماشي انا كده جوعت. يا جماعة المحشي بتاعها حاجة تفتح النفس. الله عليك يا أم شيماء. انت بتعملي المحشي ده في البيت صح؟ دوق طبعا طبعا. الله، احلى احلى محشي في الدنيا يا جماعة. ايه بجد؟ ده يعني ام شيماء بس هتخلص السندوتش حالا يا جماعه وهتبقى معانا تحكي لنا عن قصتها الجميله. لا لا اقعدي اقعدي. انا كمان متعب. المحشي بتاعها بسم الله ما شاء الله. قولي لي بقى ام شيماء يعني حكايتك ايه من البدايه؟ البدايه والله انا ما شفتش امي، امي ماتت وانا صغيره، وكبرت لقيت معايا مرات اب عاشت معايا لحد ما تمت حوالي 14 سنه، فكان معايا ثلاث بنات. كان واحدة عندها 3 سنين، واحدة عندها 5، واحدة عندها 6 سنين. الثلاث بنات دول من ابويا. من ابوكي. توفت والدتك؟ انا ما شفتهاش. ما شفتيش والدتك؟ لا، ماتت وانا صغيرة. فضلت عليهم لحد ما كبروا وبقيت اشتغل عشان اعلمهم والبسهم واكلهم واشربهم وكده، لحد ما ضعف الدبلومات، دبلوم تجارة. حصل تاتش يعني بيني وبين اخويا، يعني فسبت البيت ومشيت. اخوكي ده من زوجة تانية برضه؟ عشان امشي قلت اعيش مع اهل امي بقى، يعني ايه واجهز نفسي بقى. كان شغلي كله كان اخواتي يعني، ما كنتش بفكر في نفسي غير ان انا بحبهم يعني، وعايزه ان هم يتعلموا ويكبروا وكده. جيت عشت مع اهل امي هنا، لما جيت اتجوزت جوزي دوت برضو عشت معاه فتره كبيره،
كان هو اكبر مني في السن يعني، وعشت معاه وبقيت اشتغل معاه. يعني اتجوزت حد اكبر منك؟ ذاك يا محمد كان اكبر مني ب21 سنة. فساب لي بنوتة عندها 9 سنين. طبعا اللي خليني اشحل اخواتي واعلمهم بنتي ان انا ايه اشتغل واعلمها، علمتها وجهزتها وجوزتها. بس وديني بشتغل دلوقتي يعني مثلا ايه ان انا بقى ايه ان كان عليا اشات بسدها، بجيب علاج او بجيب علاج، بجيب علاج عشان عندي السكر وعندي الغضروف، بجيب مسكنات وبجيب علاج ليا ان انا اقدر اشتغل اليوم ده. بس الحمد لله. حكاية ان هم فتحوا المقابر عشان يدفنوكي و... كان في البلد عندنا لقوا جثة مقتولة، فهم بيسألوا يعني شيخ الغفرة وكده ايه مين اللي اتغيب عن البلد هنا، فقالوا سامية بنت محمد ابو حسن. طب احنا لقيناها مقتولة، يبقى ايه اللي قتلها؟ طب ايه السبب؟ ده مش عارف ايه. طب اخويا الحكومة خدته وهو واخواتي، وايه انت قتلت اختكوا ليه؟ قال لهم اختي ما اتقتلتش، اختي عايشة. فجه الميكروباص مليان حكومة وناس من البلد عند ست هنا، لقوني عايشة عايزين ياخدوني. ست ما رضيتش. جه بعديها سافرت البلد واحد من العيلة قال لي ده كان فاتحين التربة ومشغلين القرآن ومستنين ان ايه راح يجيبوا الجثة، وكانوا واخدين اخوكي واخواتك وكده. فلما جم لما جيت نزلت بقى عمي دوت قال لي ايه انت تمشي تلف البلد كلها عشان الناس تصدق ان انت موجوده. بقيت امشي والف البلد واسلم على دي وسلم على دي، في اللي تحضني وتبصني وفي اللي تخاف مني تفتكر هي مثلا عفريت بتاع، وفي اللي يكون قلبها جامد وتحضنني وبيساني تقول لي احنا سمعنا كذا كذا انت موجوده الحمد لله وكده. بس وبعدين بشتغل بقى بصرف على نفسي، بجيب علاجي بجيب كده. جهزت بنتك وجهزت بنتي ووقفت جنب اخواتك. الحمد لله دايما ربي يسهل. شوف الاخ عايز زي ما انتم شايفين يا جماعه، دي حكايه الست الجميله ام شيماء اللي ليها قصه كلنا سمعناها من اول ما قالوا لها او عرفوها ان هي ماتت والتربة اتفتحت علشانها، لحد ما هي سطرت وقفت جنب اخواتها اللي من ام تانية رفضت الناس تتخلى عنهم وشقيت عشانهم. كنت معكم محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.